لمشاهدة مباراة تشرين السوري ونادي الشباب السعودي نرجى من متابعينا الكرام الدخول الى التعليقات والضغط على الرابط الموجود في اول تعليق وسوف يتم تحويلكم الى المباراة بجودة عالية وبدون تقطيع وقبل مشاهدة المباراة نتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد تفاصيل لقاء تشرين والشباب السعودي والقنوات الناقلة ومعلق هذه المباراة تعود مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية إلى الواجهة من جديد حيث سيلتقي نادي تشرين السوري بنظيره الشباب السعودي في الدور الثاني من هذه البطوله في مباراه الذهاب، ويعد نادي الشباب السعودي خصما قويا لتشرين كونه من اقوى الانديه السعوديه، والجدير بالذكر ان نادي تشرين السوري قد صعد للدور الثاني من هذه البطوله بعد اقصاء نادي المريخ السوداني في في الدور الاول من هذه البطوله، اما موعد وتوقيت المباراه والقنوات الناقله والمعلق يلتقي نادي تشرين بنظيره الشباب على ارضيه ملعب الامير فيصل بن فهد. اليوم الأحد الموافق لتاريخ السابع من شهر مايو لعام 2023، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والسودان، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية والعراق وسوريا. أما القنوات الناقلة والمعلق، فقد تم الإعلان عن نقل اللقاء على قناة أبو ظبي الرياضية آسيا واحد، والتي ستقوم بنقل اللقاء في بث حي ومباشر، على أن يقوم المعلق الشهير محمد الشامسي بالتعليق والوصف الصوتي على هذه المباراة.